هيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور محمد خرشد، استشاري الجهاز الهضمي. برحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير استاذه نانسي، ومساء الخير على الساده المشاهدين. مساء النور. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك او نتعرف معاك على النظام الطبي الحقيقه القوي بشهاده كل المؤسسات اللي قدرت مصر من خلاله انها تقضي على شلل الاطفال. الحقيقه اهتمام فخامه الرئيس بالاطفال عامه الفتره اللي فاتت، ما بين شلل الاطفال، ما بين المبادرات الموجوده، صحيح. ما بين الفحوصات اللي بتحصل في المدارس، وفي اهتمام كبير جدا باولادنا عامه الاطفال بصفه عامه، سواء كان على اساس التطعيمات، سواء كان على المبادرات زي مبادرات النظر، مبادرات السمع، الصحه عامه، النمو، الكلام ده كله. يمكن الايام دي احنا بنناقش طبعا الاهتمام بالاطفال رهيب جدا، وده يمكن بيتركز برضو على حمله عشان الاطفال، احنا شايفينها السنه دي متطوره جدا وفي متابعه رهيبه جدا عليها. لو جينا نتكلم عن تاريخ شان الاطفال في مصر، هنلاقي ان يمكن اخر حاله طلعت شان الاطفال كانت سنه 2004، ومن 2004 ما فيش ولا حاله، و2006 كانت منظمه الصحه العالميه اقرت مصر دوله خاليه تماما من شلل الاطفال، ومن وقتها بقى شلل الاطفال موجود في التطعيمات الاجباريه لاي طفل موجود، وبيحصل الحملات القوميه كل وقت لاخر علشان تزويد المناعه ورفع المناعه بتاعه الدوله، خصوصا لما بيكون موجود في اي كشف عن وجود الفيروس في اي دوله من الدول المجاوره. طيب عايزين نعرف من حضرتك ايه الفرق بين تطعيمات شلل الاطفال الاجباريه والحملات اللي بيتم اطلاقها؟ هل بتكون انماط التطعيم مختلفه؟ هي الحملات او الجدول الاجباري للتطعيمات، هو المفروض الطفل بياخد اول اللي هي الجرعه الصفريه مجرد ما يتولد، وخلال السنه الاولى بياخد 5 جرعات اخرين، وبعد سنه ونص عند سن سنه ونص بياخد الجرعه التحفيزيه. بيبقى في النقط اللي احنا زي اللي بناخدها في الحمله كده، اللي هي النقطتين اللي بياخدوها عن طريق الفم، وبيبقى في بعض الجرعات بتاخد عضل. هي الاجباري بياخد النقط والعضل، انما الحملات اللي هي اللي زي دلوقتي كده بياخد بيها النقط. طيب هل في فئات ممنوعه من تطعيم شلل الاطفال؟ خلينا نقول ان اكتر الفئه ممكن تصاب بشلل الاطفال هي قبل سن 5 سنين، ولذلك هو التركيز كله على الاطفال اللي من دون ال5 سنين، هم دول اكتر فئه عمريه يعني معرضه انها ممكن يجي لها الفيروس ده. وخلينا نقول برضو ان الفيروس ممكن اللي بيخش الجهاز العصبي واحد من كل 200 واحد بيصاب. انما احنا دلوقتي لما بنيجي ناخد التطعيم، اول حاجه لازم يكون الطفل ده خلال اليومين اللي قبليها الحراره بتاعته ما ارتفعتش، يكون ما بيكونش بياخد ادويه مثبطه للمناعه زي اللي بياخدوا كورتيزون بجرعه عاليه، اللي بياخدوا كيماوي علشان لوكيميا سرطان الدم او الليمفوما وما الى ذلك. هم دول الفئات اللي احنا المفروض نرجع للدكتور بتاعنا الاول نساله. انما لو الطفل ماشي على مضاد حيوي مفيش مشكله، لو هياخده مع جرعات تطعيم اخرى مفيش اي مشكله خالص، ايا كان ظروف الطفل بتاعتي مفيش اي مشكله، الا لو ظهر من قبل كده حساسيه من التطعيمات او الحساسيه المفرطه او امراض نقص المناعه بصفه عامه، لان طبعا التطعيم ده بيكون تطعيم حي. طبعا انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل حاجه تفضلت بيه. الدكتور محمد خرشد استشاري الجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.